رجعنا لكم في الجزء الثاني. ضيفنا مرتضى. مرتضى، ما حبيتش ترجع برشا على كواليس حفلة كارتاج. كواليس حفلة كارتاج اشتكيت من النقل التلفزي، حكينا فيه الميكرو. قلت الميكرو لو كان صارت لي خارج بلادي كنت نتكلم. علاش ما تقولش باش نصلحوا؟ علاش ما تقولش شنو اللي صار؟ هي ساعة ممكن كي نحكيو فما برشا ناس ما مش فاهمة. هو نهارة العرض متاع كارتاج اللي هو لايف تعدى، وكل كل ميكرو يجيبوه لي قص ثلاثة مرات. معناها هي في اني باللي تفرجت ما ريتش هكا، ما ريتش عكس كي هكا. الحمد لله على كل حال جابولك الميكرو ما خدمش، حطيته وانت قاعد في الدروج وعلى المباشر والمسرح معبي. لكن اللحظات هذمك اللي هما يتعدوا دهر على الانسان، فاش قاعد تخمم وقتها؟ ما افكتيف مو تعداو لي عام، وحس الارض تشقت وبلعتني في اللحظه ذيكي. قعدت نحكي مع روحي، قلت كهو الحمد لله، وان شاء الله ان شاء الله تتنحى فيسع. ومعناها سورتو قعدت نحب نسيطر على روحي، نكون رزين في اللحظه هيك وكاو، خاطر ما تنجمش تتصرف اوترمو. انت في مسرح وفي ركح، لازمك تحت معناها تحترم الحرمه نتاع الركح هذاك. كاو انا في اللحظه ذيك لا حول لي ولا قوه، كاو وربي يرحمني استر ربي. معناها كملت بطريقه باهيه من بعد. لبنى نعمان في ديوان فهم تقول انا البارح مرضت كي قصت الميكرو على مرتضى، حييه ونبارك له. عايشها نحييها برشا، وقالت برشا كلمه حلوه انه معناتها مثالش هو صغير لكن عنده نجاحات وخلي يطلع على كارتاج. لكن من المفروض انه حاجات كما هكا ما تصيرش في كارتاج. بون هو وقتها قلت لك الظروف اللي تعدينا فيها راهو مش كيما الجزء الثاني نتاع كارتاج، كيما الجزء الاول. البارتي الاولى معناها نحكي لك معناها الايامات الاولى نتاع مهرجان كارتاج اللي تعديت فيها وماني وقتها كانت بيريود كريتيك برشا. باش نزيد عليها يعني مشكله الميكرو ونعمل منها مشكله سي با لابي، واني في بلادي ومهرجان بلادي. كان جيت لبرا النجم نحكي، ما في بلادي ومهرجان بلادي وكل شكون باش ننفع شنو باش نستفيد يعني كي باش نحكي على الميكرو. تصلح باش تتصلح؟ ما تتصلحش حاجه هذه الحقيقه. معناها في تونس مازلنا بعاد انها تتصلح الحكايه هذه، مع العلم انه الناس عاملين مجهودهم راهو لو ماكس. اما صعيب وذا مجهود بشري، معناها هذوما يصيروا ممكن مش بالطريقه هيك، اما يصيروا وقت بلادنا باش نعملوا نهج. معناها كاو بعد حفلة كارتاج نجاح كبير في بقية الحفلات. سمير الوافي كتب ستاتيو يقول مرتضى فنان شاب ومحبوب، من المفروض تولي خطواتك رصينة أكثر، حذرك من استسهال الظهور العشوائي وأنك تولي متاح في كل الأماكن، يقصد خاصة الملاهي الليلية والمقاهي، وكأنك ملهوف على الظهور وعلى الفلوس، وهذا يخلي سمير يخوفك من استهلاك نفسك وتصويرتك وصوتك. جاوبت أنت بطبيعة الحال ما تخلي حد شيء في قلبك مرتضى. مرخدش تقول له راني قصيت العروسات، قصيت المطاعم وقصيت لليوم راه لليوم وراه مش سهل. معناها قاعدين نصرف ونقولوا نحن من العظم، معناها على على البرود نتاعنا وكل فير انه ما يتحكيش الكلام هذا، وهي وتحكي على حفله وحيده. خاطر شوف الناس تو كيما وقتها في صفاقس حكاو راهو يا هادي، لازم الناس تعرف وقت البرمجه نتاع المهرجانات تجي مخر في جويلية وشي في اوت يدخل. شنو ذنبهم اصحاب الملاهي واصحاب العروسات اللي هما عيطوا لك؟ بالاخص اصحاب الملاهي، انت بتغنيش برشا في العروسات كي بتغني الجمله. ما غنيش جمله. شنو ذنبهم اصحاب الملاهي اللي هما متعاقدين معاك وقلت لهم اوكي تجيهم انت على خاطرك عشت نجاح في المهرجانات، تقول لهم بطلت؟ انا ما قلت لا لحتى حد، وما صححت كونترا مع حد هذا وما مشيتلوش، بل بالعكس تلمت على على عرض عملته بعد مهرجان صفاقس، اما مخر ياس الاربعة نتاع الصباح عملته وكان بالكونترا قبل مهرجان صفاقس، ومهرجان صفاقس ما عطاني كان النهار هذاك باش نخدم فيه. العرض اللي عملته في المهدي ما نجمش نجبد بالناس، مصحح كونتراتو نتحمل مسؤوليتي على خاطر كونتراتو هذاك قبل مهرجان صفاقس، مهرجان صفاقس ما عنده كان النهار هذاك. قلت لك لحقت الحوق يعني في صفاقس، معناها ما خذيت حتى دات في تونس لتو ابار دو دات اللي هما في كونسيبت معين. شكرك سمير الوافي قال حياك انك هزيت له الانفيتاسيون تاعو للدار، انت ما كنتش مضطر انك تعملها. لا عليه حكي علينا كلام باهي، وسمير الوافي يعني سنين قدم له تحيه كبيره خاطر وقف مع الفنان التونسي بصفه عامه، حكى بالباهي على سمار، حكى بالباهي على رؤوف ماهر، حكى بالباهي عليا ولو اني ساعات نختلف معه في الراي، اما 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 معناها يعطيه الصحه. رانا نحن هذه في مرحله حساسه من كاريرنا، فهمت؟ كل كلمه تفرحك تو، كل كلمه تفرحك، اما كل كلمه كذلك يمكن ان تقرا وتؤول، لانه طاهر جيزاني لما كتب سمير الوافي انك وصلت له الاستدعاء للدار، طاهر الجيزاني استغرب وكتب تعليق قال غريب انه انا ما كلمنيش. والناس يلزمها تعرف انك انت بدايتك الكل كانت بالاساس مع طاهر الجيزاني. اكيد
علاش تحمست انك تستدعى سمير الويفي توصل له حتى لوين هو موجود باش تعطيه دعوته، والانسان اللي كان معاك ما استدعيتوش؟ لسبب بسيط، انه سمير الويفي ما استدعيتوش قبل، اول مره استدعيته واستاذي طاهر جيزاني استدعيته قبل وهو ما يحبش يجي، وحتى في حفله سوسه الاخرى استدعيته قال لي نحب نبقى في الجمهور، لا نحب لا صفه الاولى ولا حد شيء، واحترمت رغبته. ولكن ممكن هو وقتها كتب ما شافش، حس ممكن بالجفاء هو شويه، ما شافش اني يعني في عرض كارتاج في غنيت ما سمعوا كلامه كامله، وحطيت تصوير طاهر جيزاني ورايا على في الغنيه الكل اللي هي الغنيه الثانيه في العرض، وذاك مش مزيه، ذاك اعتراف بالجميل مني للناس اللي ربي سخرها لي باش معناها نجحت نجاح معين. كلومه على تعليقه؟ ليه ما لهموش؟ شوف اني فاهمه، طاهر جيزاني خرج برشا فناني وجافيوها برشا فناني، وكنا حتى اني وياه في مرحله نتاع وصلنا للقطيعه شويه، بعد اللي حكينا وفهمني وفهمته ويعرف اللي هو ما عدني مش خايب، فهمت، وانا نعرف اللي ما عدنه باهي، اما هو يتجرح فيس على خاطر وقف مع برشا فنانين في تونس، برشا كي نقول برشا راهو برشا، وبرشا ناس منهم يوصلوا يتعداو معناها في ديزيميسيون ما يحكيوا عليه حتى كلمه، عمل برشا اغاني مسلسلات وكل، ومر بظروف ماديه صعيبه وقت اللي مسلسلاته قاعده واغانيه قاعده تتعدى ومش ياخذ في حد، معناها عانى من نكران الجميل، فنتفهم معناها، وحكينا بعدها وقبلها ولليوم نحكي معناها. بعد حفله كارتاج فما الحفلات الكبرى اللي عملتهم، بنزرت، عملت صفاقس، عملت تقريبا جوله كبيره في اهم المسارح التونسيه، فتره راحه توا؟ ليه توا خرجنا للتوانسه للبرة، باش كنا باش نبداو في حفله في تولوز، ولكن تعرف اللي صار في فرنسا دونك باش تتاجل، دونك في فرنسا راه باش تكون عندنا حفله في تولوز وحفله في باري ان شاء الله بيانتو، معناها نقول لكم الدات. وتوا الموجود هو كون نهار 27 الشهر هذا، وعندنا نهار 2 نوفمبر في قطر، هذوما توا مبدئيا، وفما معناها جوله لبرا من تونس باهي ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق. عايشك. المزيكا لازم نسمعوها، 2000 كتاب، مرتضى الفتيتي. مرتضى الفتيتي، مرتضى مع او ضد؟ هذه اللعبه ضد الدبلوماسيه. باهي. مع او ضد الالقاب الفنيه في الموسيقى؟ سلطان الطرب، كوكب الشرق، امير الطرب، الزعيم. ضد على الاخر، مشى الوقت نتاع هذاك، حتى راهو احسن فنان السنه واحد، ساعات ضده مش ديما، ما ساعات ضده. انت خذيت جائزه احسن فنان بوب في كاتيكس اللي هي صبر ارى اكيكا معاك، اما ناس تبدا تطلق وحدها في الواحد، لا معناها كي تكون مبنيه على ارقامي، فهمت. اما اللقب الفني مش ميزه للفنان؟ والله مش شحروره صباح، لا جارة القمر هذه، او حتى الاولاد يحكيوا لك في الخدمه ساعات يطلع واحد ما استدعى حد وما قال له حد يقول الفنان نسكت، ما مرتضى طلع غنى غنيه وسلام، خاطر تو الببليك ولا صعب ايش يقول لك في شيء يولي لي معناها في الاخر، فهمت، وعنده عندهم حق، نحن نخدموا في خدمه كي اي مواطن تونسي. الايمان بوجود كائنات فضائيه مع او ضد؟ حتى مؤيده دينيا الحكايه، معناها ينجم يكون موجود حتى بالدين، ينجم يكون الكون كبير ياسر وتنجم تحدث فيه حاجات اللي انت ما تقعد عمرك كامل وما تكتشفهمش. الوشم، تتواج مع او ضد؟ مع، كل واحد حر في بدنه، ولكن بالنسبه لي انا ضد، اعطاني ربي بدن نرجع له به كما هو. القلابس للفنانين، نعملوا قلابس للفنانين، بوركوا با سامباتيك، ما تغششك يعملوا القلبوسه ويضحكوا عليك. مصارعة الثيران، فما ناس ضد مصارعة الثيران؟ ضد. فما ناس مع الرياضة هذه؟ ضد، خاطر معناها حيوانات، ما تسألتش الحيوانات باش تعمل هذاك ولا ما فرضوا عليهم. سبونسورينغ في الأغاني؟ أي على الفن، برشا عباد تحشم بها ويعملوا فيها، راهو يعملوا فيها ويطلعون يحكيوا عليها، ممكن إني من أقل العباد اللي تعمل، أما ما متصالح مع روحي على الأقل. لوتو تيون، مصلح الصوت، مع، خاطر توا ديجا الببليك ما تحطلوش اوتو تيون حتى يبدا صوتك ما نعرف شنو يحسوا ناقص حاجه تلمو ولا فمو اوتو تيون. الكلاشات الفنيه مع او ضد؟
يكون فيه اونتر بارونتيز قل التربيه ولا كلام زايد ولا سبان ولا تجريح ضد. الكلام الاحرج في الاغاني ضد. الغناء في الحملات الانتخابيه استراح حمل همامي ضد اكثر. الغناء في الحملات الانتخابيه ضد. لا باش تتعبى هكا. التغني بانجازات الزعماء والرؤساء والملوك ضد. ضد على الاخر. اغاني خاصه للقضية الفلسطينية أكيد. ونحيي الفنان رؤوف ماهر اللي عمل أغنية حلوة لفلسطين عجبتني برشا. إن شاء الله تلاقي النجاح. البعض يقول لك الفنانين ما يصلحوا كل الأغنى. لا ضد. اليوم المقاومة مواقف. اليوم مش أغنية سهل باش تدخل الاستوديو تعمل أغنية. شوف هذايا موضوع برشا ناس عملت منه شعبوية. نحب نقول مثال بسيط. ساعة أولا نسمع في مسؤول حماس آخر مرة يحكي إنه الناس لازم تخرج تتظاهر. ما قالش الناس تجي تحارب معانا. قال تخرج تتظاهروا. خاطر الناس اللي ما تعرفوش إنه ممكن مشيانك الغادي يخلي الأمور السياسية متعقدة شوية. هذه الأول معنى إذا كان هما طلبوا وما هم ما طلبوش. والثاني راوك تشوف مثلا فرنسا ولا البلدان الأوروبية المتعاطفين مع الكيان الصهيوني ما مشاوش هما شدوا سلاح متعاطفين هما. دونك لازمك انت تعمل كونتر بوا وتتعاطف تبدي رايك. وكاو الراه شعبويه يعني تشد سلاح يا مثلا خويا متعاطفين وجدودنا كانوا متعاطفين. واذا كان وهو حتى الجهاد فيه درجات معناها فما جهاد النفس فما جهاد المال فما يقول لك اذا كان ما لقيت ما تعمل حتى بقلبك. تلوم على الفنانين اللي ساكتين ما عطاوش موقف؟ اي نحن لحد يوم التصوير اليوم ما ريتش برشا فنانين عطاو موقف الحقيقه. وهذايا حاجه خايبه. ما فهمتش على شنو خايفين. معناها في الاخر ما يقص الراس كالربي سبحانه. عندك كلمه قولها. هذيك قضيه عادله. قاعدين نراو في صغار تتقتل. اوكي ما نجمتش والا حتى اخوي ما تحبش تمشي جيتناش تقول رايك. معناها قول رايك. اما هذه يا تمشي تحارب يا ما تتكلمش راهي يعملوا بها في الشعبويه. ما لا تتكلم وكلمتك تنجم يكون عندها اثر. شن غنيو فلسطين؟ شو يطلع على بالك تغني فلسطين؟ النشيد الرسمي موطني مزيانه برشا. موطني مرتضى الفتيتي. مرتضى باش نرجع الرتب الأولوية مقبلة هزيتنا في جو السلطنة ترى السؤالات ما سألناهمش قبل ما ندخل في الأسئلة. الوسط الفني قابلك مرتضى ولا ليه؟ الحقيقة نحيي الفنانين الكل موجودين بصراحة. معناه مانيش في حاجة يقبلني ولا فماش حاجة اسمها وسط فني قابلك. فما أنت تفرض روحك ولا ليه؟ بالنسبة لي ما فما ناس يقولك مرحبا بيك تحس مرحبا بيك. ليه ما فماش مرحبا بيك في تونس؟ فماش في تونس فما صاحب صنعتك عدوك مالوريزمون مش الناس الكل. ولكن اني راها انسان يطبس راسه ويخدم على روحه هذه حاجات ثانويه. فما فنان كبير قال ما عادش نحبكم تكتبوا على مرتضى يزي ما نفختوه. فما وصلتك كبير وصلتك. كبير ولتو نحبه ولتو فان بيه. وجعتك؟ والله وجعتني. ليه؟ خاطر نتفهم الاروغانس نتاع الارتيست ما يموتش حتى وهو كبير في السن وكبير في ال اما فرحتني خاطر بدينا نقلقوا سيكو بدينا ننجحوا معنا. السؤال الاول وسائل التواصل الاجتماعي تغنيني عن الاعلام ادمان شر لابد منه ما تزيدني شيء. توافقوني اللي هو شر لابد منه واحد وتوافقوني اللي هو يولي ادمان من بعد اثنين الحقيقه يزيد نكذب على رايك باش نقول ما يزيدني حتى شيء خاطر نهبطوا في غنينا على اليوتيوب. دونك يغنيني على الاعلام وما يزيدني حتى وما تزيدني حتى شيء. سؤال موالي فلوسي ماشيه اكثر للفن للاستثمارات للملابس ولا للترفيه؟ الفن والملابس مع بعض ما رتب دبش خويا. ملابس واحد وفن فن اثنين خاطر الملابس راه عنده علاقه بالفن النشري في الدباش اللي باش نغني به. الترفيه ثلاثه استثمارات واكله كبوت عندي. قداش عندك من عقار باسمك؟
ليه اني فاشل في الاستثمارات، انا جربت عملت حاجات وسي بون اعلنت الفشل بكل عام جمله. اخويا تنجح في الغناء كمل في الغناء. قديش عندك من عقار باسمك؟ لاني القباضه تعرف يزي ولا لا مدري شنو هو كيري من لا نحب اقول له هكا لك من حقي ولا من حقك. سؤال موالي، فتاه احلامي سابقا يلزمها تكون 1 ثريه جدا، 2 ذكيه جدا، 3 جميله جدا، 4 خجوله جدا. بالوقت فهمت انه الفلوس نجم تمشي والزين نجم يمشي. الزين ممكن شهر شهرين معناها تنجم تقعد ترى العبد مزيان كيما اول مره، من بعد تولي عشره. بعتلي بالوقت فهمت انه المخ عنده دور مهم ياسر، كسوا في العلاقات ولا في الحياه الزوجيه ولا حاجه. دونك ذكاء مهم جدا، ذكيه جدا. قلقك برشا في حياتك؟ ما تسالش، ما المراه كي ما تقلقكش ما فماش شارم من الاخر. ايه فيزيكمو لازم يكون فمها مينيموم، نقولوا جميله مش جميلة. لازم جدا. 2 الخجل ما نحبوش. دونك حط ثريه. الحشمه ما نحب ثريه جدا، ما في بالك باش نحشم معناها. وخجوله اخر حاجه. خجوله اخر حاجه، ما الحشمه ما تمشيش مع تونس. شكرا مرتضى. استنى وصلنا للختام، استنى قبل ساعه. نحب نقول لك راهو الناس اللي وراك. ايه. والرجال اللي وراك هذوكم، عدينا مع بعضنا شهر كامل في كار. ولا عدينا بعضنا شهر كامل في البوس اللي هي البوس اللي اقلتنا للمدن التونسيه الكل كايه. نحن بقينا كان قبلي وسيدي بوزيد ما مشينا لهمش في العام السنة. نحكي لكش بكينا مع بعضنا، فرحنا مع بعضنا، ضحكنا مع بعضنا، عدينا معناها خليت ممكن احسن ذكريات حياتي فك الكار هذيك، وهما بيدهم خلاو احسن ذكريات حياته في الكار هذيك. خصمنا الماكله، تعاشرنا، تعاركنا، عملناهم الكل. نحب الساعه نسميهم بالواحد بالواحد. حسني حمدي تحيه كبيره لكل واحد فيهم. حسني على الجيتار. وذوما راهو ما عرفتهمش السنه، معناها هذه ناس نخدم معاها سنوات ربي الكل، هذوما اخواتي. مهدي قريسه. مهدي. حمدي جاموسي. حمدي جاموسي. سيف الدين لوهيبي. سيف الدين وتحية لكل تايم الكل كي لكل تايمر الكل يعرفوه. سيف الدين قتلنا بالضحك عام السنة، ما فماش قتلنا بالضحك وبالماكلة، قتلنا بالضحك وبالماكلة عام السنة. وأحمد فتوم. أحمد فتوم قتلنا بالنوم نهار كل راخد في الكار وكل. نحب زيدة أن معناها نقدم للناس إنسان وراء نجاحات كبيرة عملتها ونجاحات فخور بها برشا، اللي هو فورات بوخديدة. اللي على مسؤوليتي ممكن ما فماش باش ما نبالغش، ما فماش ثلاثة من الناس كيف فورات في تونس ونعتبره بالرسمي كفاءة موسيقية كبيرة، واللي خدموا معاه يعرفوا الشيء هذا. ممكن هو في العمر صغير ولكن في البلاد هو اللي وزع هو 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 اللي عمل لي الإدارة الفنية لكل الأغاني الكل، معناها وزع الأغاني. فممكن أغنيات ضاربة برشا في العالم ممكن موزعها فورات والناس ما تعرفش، وهو جوست ورا دي براند كبار. نحكي ولا ما نحكيوش؟ برافو برافو، يعطيك الصحة. شكرا مرتضى، يعطيك الصحة. عايشك. نخلي لك كلمة الختام. بصراحة كلمة الختام بالنسبة لي اللي قلتها جوست باش نزيد عليها، أختي ميسا اللي وقفت معايا جاتني من فنلندا بالذمة، وبالحق كي تبدا معاك مرأة بلف راجل، الدنيا الكل تمشي مريقلة وحتى يعرفوها، ما خليتها معايا حتى شيء. نشكر أختي برشا برشا، نشكر دارنا، نشكر جماعة الدونس كامبالا وأنيس بالحاج والولاد الكل كايا، نشكر شمس الدين تويتي، نشكر ميوزك إز ماي لايف، نشكر الفنانين الكبار اللي شجعونا وقالوا فينا كلمة باهية، أولهم نصيف زيتون، موح ميلانو، صوفية صادق، لطيفة العرفاوي، فوزي بن قمرة اللي كلمني قبل بساعة من كارتاج وقداش عجبني التليفون هذاك، سامي اللجمي والزيارة بصفة عامة اللي هما دعمونا برشا. وأهم حاجة أهم حاجة المرأة التونسية، على خاطر أني بالنسبة ليلي 90% من العباد اللي قاعدة تجيني في كل حفلة كلهم نساء،
وريت المرأة التونسية قداش فيدال وقداشني محظوظ كي حبوني. معناها معظم الناس اللي حبوني هما من ساي تونس، خاطرهم فيدال للارتيست نتاعهم، خاطرهم يجيوك يقصولك يشدوا صف ويصبروا عليك كي تغلط اكسيتيرا. زادة جاونا اولاد وكل، ولكن تحية كبيرة للمرأة التونسية اللي واحد من الناس كمرتضى صنعتني مرأة واللي دعموني معظمهم نساء. هذا بالنوامر تحية للمرأة التونسية بصفة عامة. ميرسي بوكو مرتضى، ميرسي، يعطيك الصحة، بتشجيع كبير منكم. مرتضى الفتيتي، الليلة باش نحكيو معاها على مواصلة قصة نجاح. بدينا معاها بشوية بشوية والمشروع والحلمة قاعدة تكبر. اليوم نحكيو على توتا جروب كامل، كلينيك، أكاديمي، ثقة الناس تمشي وتزيد. تصفيقة كبيرة على فاطمة مبارك، مرحبا بك. عايشك ميزي. ديموغرافي، وخاصة خاصة العناية الكاملة بالمظهر الخارجي والبعد النفسي، خدمة كبيرة تخدم فيها. تبعناك بشوية بشوية من خلال الجوبيراسيون نتاعك، شفنا نتائج، تعودنا وفرحنا وقلنا الحمد لله أن عنا في تونس خدمة كما هكا تصير. تقريبا أنت فريدة من نوعك في تونس في المشروع اللي تعمل فيه. كما تعرفي ديما نقولوا احنا، انا قريت في فرنسا، والحاجه الباهيه اللي انت ما فماش ندوه تصير، ما فماش فورماسيون تصير في العالم الا ما تكونش موجوده باش تتبع اخر التكنولوجيات. باش نبدا نقدم شويه الخدمه نتاعك بالنسبه للناس اللي يمكن اليوم يكتشفونا لاول مره. فما الكاموفلاج، فوالا كيما نشوفوا هكايا في لافون ابري فيزاج، معناتها نوحدوا اللون. دونك سواء كانت شهوه زاده كيف كيف، لي تاش دو نيسونس زاده كيف كيف، لي سيكاتريس زاده، الفيرجوتور، نيو سكين سيكاتريس، هذه التقنيه نتاع سيكاتريس هذه اللي نخدموا فيها ديفينيتيفمون. هذه التكنيك اسمها نيو سكين سيكاتريس، كما كنا اذا كنا نشوف فيها معناتها الفوتو اللي قبلها. والله يحيى العلم، الحمد لله. عندنا العلاج الحروق، وي، وكانت عندنا تجارب انسانيه كبيره برشا، معناتها في علاج الحروق، معناتها الناس تجيك في حاله اختيره ياسر. وي الحمد لله يا ربي، توا بالوايت اللي هي نوفيل تكنولوجي في البوليور، الحروق مهما كان درجتها، درجة نعملوا طله صغيره على الخدمه نتاعك. مرحبا بك في توتا ديرمو، جيتنا اكت بسورياسيس باش نسالك. فرحانه ساعه اول سؤال؟ اي فرحانه بيان سور. لافونتاج اللي عملتولي في ودني اللي كنت انا ما عنديش امل، الان الحمد لله ودني لاباس، ما عادش فيهم حتى شيء، ما عادش عندي لي بوشون، ودني عادي جدا نسمع بهم، لاباس الحمد لله. انت وقت جيتني وقتها ما تسمعش بالبين، كروت برشا، ديجا تنحطوا لافون نتاع معناتها الودنين كيفاش كانوا وتوا كيفاش. عسلامة. جيت معنا اليوم 5 سيونس معناتها في لاكتوال سكيرت بغلوغ، جيتنا عندك بغلوغ معناتها قديمة في الفيزاج، عملت كريف، لكن جيتنا باش تخدم التقنية الحديثة بدون جراحة باش نحيو لي بروبليم ولي كيلويد اللي في الفيزاج. ابخي 4 سيونس لاحظت انه فما معناتها ديفيرونس، كما في خشمي كما فوق فمي من هنا ترخف وجهي شويه، فما ديفيرونس يعني لاحظتهم برشا. عجبتني على الاخر فريق توتا ديرمو، واحسن حاجه عجبتني انه يعني ما غير لازير وجراح. توتا جروب حاضر من خلال التدخلات اللي تعملوهم الكل. وي. نعرف اليوم انه عندك ضغط كبير، خاطر الناس هاني قاعد نتبع في وسائل التواصل الاجتماعي، ديما يجيو ديما يسالوا ديما عندهم استفسارات. وي. الناس اللي تحب تتصل بيك خليني نذكر انه ارقام الهاتف توا تخرج على الشاشه، الكونت انستغرام كيف كيف، فيسبوك، تنجموا تتفاعلوا، تنجموا تسالوا، تنجموا تهزوا التليفون وتكلموا. به الصدفيه هذه افون ابري في الكاسه دافيه في الساقين معناتها في البي. فوالا اما تعرف هذيك 4 سيونس فما فرق كبير معناتها في الصدفيه اللي هي تقلق برشا برشا كيف كيف. فوالا في لافون ابري هيدي احنا راهو ديرموغرافي ريباراتريس نخدموا باللي ماشين، راهو في لي نوفيل تكنولوجي فما معناتها نحنا ما نعطيوش دويات وما نعملوش جراح، ما نخدموش لزائخ، هذوما الكل ما نخدموهمش، احنا نخدموا باللي ماشين بروفيسيونيل. بالنسبه لكيلويد، لكيلويد وي
أكل اللي هو تضخم، تضخم اللي هو يصير معناتها ناتج على زيادة إفراز الكولاجين في الجسم، تصير وقت اللي الإنسان يكون يعمل أوبيراسيون ترجع جلدة نورمال أبلاتي عادية. نحن نوعية الخدمة هذه جارانتي. أيه. أنت مديمك تجينا وترجع تجينا وترجع. الحمد لله يا رب. معناها شوف عنا توتا كلينيك متفقين فيه، توتا أكاديمي، وتوتا أكاديمي للناس اللي تقرأ وتعمل فورماسيون في نفس الوقت في الكلينيك، وتوتا هيلث كير نرجع نحكيو فيه في حصص قادمة. وي إن شاء الله. توا احنا نجم نتدلوا عليك ولا لا؟ بيان سور. باهي، للناس اللي تحبش تجيك أول مرة، اللي سمعت بيك توا من التلفزة أو فيائي أو فيائك، باهي يحبوا يجيوك، باش نجم تودهم؟ نودهم بسيونس غراتويت في شاك اكت يعملوها ابارتيغ من الحلقة هذي. معناتها كان هو عنده 10 سيونسات أنت باش تعطيه؟ أن غراتويت. هي على خاطري. علاش ما تردهش زوز؟ على خاطري. على خاطري. زوز بلاش. اي تدلك. زوز بلاش. اي زوز بلاش. قيدوا عليها. زوز بلاش، تقول لكم 10 خذوا ادفعوا 8. وي. قيدوا عليها. اي وي. هاكا اللي يجيو من اليوم ابارتيغ من الحلقة هذيا عندهم دو سيونس غراتويت. يعطيك الصحة وربي يعطيك على قد قلبك ويخلي بخاطرك. عايشة. فاطمة مبارك نشكرك برشا. عايشة. من خلالك نحب نحيي الفريق الكامل اللي يخدم معاك. ما شاء الله ايكيب نتاعي ايكيب بروفيسيونيل معناتها متكونة من 20 شخص توا لحد الآن في تونس. ما شاء الله. أباغ أنت تاع في فرنسا نشكرك برشا، شكرا. عايشة. توتا جروب فاطمة مبارك. عايشك هيدي، ميرسي. كرهبة تمشي كرهبة تجي. كرهبتنا جولف لايف سومها 136 مليون و 980. السيارة هذه تنجم تكون من نصيبك، سهل برشا، خذ تليفونك اكتب حرف A وابعثه على رقم 85811 حرف A. ما تنساوش، حظ سعيد للجميع.